ذباب كتير في كل حته. يلا يا غالي لايكك الجميل وبينا نبدا الحلقه. استيقظنا على خبر ما يقول بان النادي الاهلي اول نادي افريقي وعربي في فيفا 2023، ولكن الخبر ممكن يخمك، خد بالك احذر. ها هتلاقي في ناس طلعت تقول لك يا عم انتوا فرحانين على ايه، ده الشعار بس واللافتات وبتاع. احب اقول لك يا صاحبي اللي طلع له شعار ولافتات احسن من اللي ما طلعلوش خالص، اتكلم نقعد على جنب عليه. المهم النادي الاهلي موجود في فيفا 2023 مش باللعيبه، بالشعار وباللافتات، وممكن تعمل له استاد وبتاع وحركات وتكات وبتاع، فحاجه وانا بالنسبه لي بعتبره حاجه جميله جدا وانجاز، يعتبر كاول نادي افريقي اللعبه تعترف بيه يعني. بس يا سيدي وده خبر فيفا 2023، تنساش بقى تعمل السبسكرايب واللايك قبل ما تمشي، الله يسترك، عشان الواحد يعني خلقه في الحنجره. خلقه فين؟ في الحنجره. سلام.